انحف من وجهي، وجهي ينحف يروح، تمام، وهوني ضوء، هون ينحف وهوني ضوء. هذه إعاقة، هذه شنو ما أدري، هرمونات طفحت فيا ما أدري، شعري طاح، بالعكس ضعفانة، والله العظيم ضعفانة، بس بطني عم تنتفخ، شوفوا بطني عم تنتفخ بطريقة مو طبيعية. شوفوا أنا حطيت بالونة، تعرفوا البالونة؟ هذه البالونة تبع التنحيف، مع إني أنا مو وزني يستاهل بالونة، بس صراحة البالونة صارت قيمتها عندي ولا شيء، يعني صارت البالونة ما عندها دور في بطني، الله وكيلكم، ما عندها دور، مثلها مثل المرارة، مثلها مثل الطيحان، مثلها مثل أي شيء. اللهم جايبت لي انتفاخ لا أكثر، والله العظيم صار البالون هو اللي يكبر، أنا بدي ينحفني، صار هو يدخن، إيش فيه أنا الأكل اللي أكله يأكله معايا، وشتل الوجع، والله العظيم صار هو يدخن معايا. فخفف رز، ما أكل رز أنا كثير، ترى أنا ما أكل، والله العظيم ما أكل، سألوا أختي، والله العظيم أنا ما أكل، بس عندي هذا شو اسمته، هذا اللي ينتفخ، يصير بطنك منفوخ، يعني حتى لو أنت نحيفة تصير كده بطن، بتشوفوا واحدة نحيفة بس عندها بطن منفوخ قاسي كده، أنا تعرفون حسي، فاهمين شو بدي أقول، يكون كده هذا بطن اللي يكون كده منفوخ، قرقون، شو القرقون هذا، قولون، يعني مهم شيء ينتفخ. فأنا لما ما أكلها، لأن أنا مو ماكلها شيء، ماكلها هذه السلطة وما كملتها لأنها فيها بصل، والله العظيم بطني تعطل ولا شنو هذا. فهالأيام صارت بطني تنتفخ كتير كتير كتير، يمكن لأني ما أكل، قولون، والله العظيم يمكن ما أكل، بالونة لازم أشيلها، بس أنا خايفة هون أشيلها بالمغرب، أخاف يصير معي شيء تودعوني، الكتب أكون قتلتني بالونة، والله مو حلو، حتى موتة مو محترمة، شو هذا قتلتها بالونة، إيش الموت التافهة. غازات مو غازات، لا تعرفون انتو البالونة، انتو تعرفون بالونة، تعرفون على شو احكي، عملتها صار لي 6 شهور ولا نقصت مني جرام، اللي بده يحط البالونة اقول له مشروع فاشل، البالونة شو بدها واحد اصلا، لا والله ما تعرف البالونة، لحظة بالونة ما تعرفون، شنو هي، معقول ما تعرف البالونة، شوف البالونة هي مثلا تساعدك على الرجيم، يعني تنحط في المعدة تمام، وتصيري تاكلي كميات قليلة، يعني ما تخليك تاكلي أكثر تمام، بس هي شو، إذا مثلا هالكميات مثلا هي بتاخد لك نص المعدة تمام، أو تقريبا شوي من المعدة اللي بتخلي لك تمام، هذه شوي من المعدة لازم أنت تسوي دايت، شوفي شو تنزلي لها، إذا أنت نزلتي لها دهون ما رح يتغير شيء ولا رح تنحفي ولا شيء، بس أنت لازم تنزلي فيها السلطة، الأشياء هيلتي، فهمتوا كيف؟ أنا لا، أنا نزلت فيها كل شيء، طواجن، كبسة، بسطيلة، الحمد لله ما قصرت معها في شيء،
فصار دورها باطل عندي. هي بتكون بالونة بس تتحط، لحظة اوريها لكم، لحظة لكم اكيد بيكون في صورة. شوفوا شوفوا هيك، هي هذه البالونة، شفتوا البالونة بتكون هيك، فهذا الجزء بينحط فيه اكل، انت بس ملي هذا الجزء بتصيري خلاص شبعتي، فهمتوا كيف؟ فهذه تخليك انك انت مش تخليك تعملي دايت، يعني تخليك تساعدك على الدايت، يعني انت تحسي دائما انك قص معده، مش قص معده غبية ما تسمعون ما تفهمون انتو، اصرخ على صاحبي وعيال اختي ليش غبية انتو ليش خاتم المعده، ما اوريهم بالونة يقولوا لي خاتم قص، ليش انتو غبيين، ليش اغبية انتو، حمير حمير ما تفهمون، حمير ترى بوريكم صورة خلاص، شو أكثر من هيك، أفتح لكم بطني أوريها لكم، ليش أنتوا أغبياء، ليش ما تستخدمون هذا الكندرة تبع راسكم، شوفوها بوريها لكم، تقولوا لي قسم عدا هادي، شوف هادي الكرة هي بتكون مليانة مي تمام، بتنحط على المعدة بتخليك تعمل دايت تمام، افهموا تعصبوني ترى بتفقع بلونتي عليكم، والله فجرت ام بلونتي. المهم هذه بالونة، هذه البالونة بتخليك تسوي دايت، طبعا للناس اللي بدهم يسوي دايت مو مثلي انا، انا الحمد لله من يوم حطيت البالونة وانا انزل لها كل ما طاب وولد، في كبسة ما قصرت معاها، في مندي ولا قصرت معاها، في بسطيلة ولا قصرت معاها، الحمد لله ما صرت اشتهي الاكل الا لما حطيت البالونة، جابت لي انتفاخ، المنطقة دايما منفوخة ما تنفش، حتى هلا انا مو ماكلة بس هي منفوخة تمام، فصارت وضعها وضع كذا. طيب ما في احترام، ما في احترام، ترى سويتيني بألف دولار، طيب احترمي فلوسك اللي ضاعت، ما في احترام لأمتى، طيب طلعيني هيبتي هيبتي كبلونة، كذا صار وضعها عندي في المعدة تمام. فأنا هون بدور على دكتور يشيل لي هالبلونة، أخاف أطيح في دكتور يشيل لي المرارة، ما تعرف والله ما نعرف، لانه تعرفون الدكاترة مثل السباكين، يقول لك ما المسك، اذا الدكتور اللي لمسك قبل هو اللي هذا، فهمتوا نظام سباكين عندنا الحمد لله، فاخاف بدل المرارة يشيل لي المعدة او يشيل لي كليتين كذا يقول لي بالغلط، فهمتي كيف، او اطلع كذا بدون قلب ما ادري، فأخاف، فخليني عايشة بالبالونة أحسن، لا أظل لا 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 بالونة ولا طوارة كلها، أصل كذا فارغة، وهذا البطن يروح وأنا أروح، شيليها بيدك يلا خذ لك هذا، يا ربي تصبرني عليكم، يا ربي تصبرني على غبائكم، شو اشيلها بيدي حبيبي، كرة تنس هي، احكي لك على شو حبيبي، شو ايش الغباء، ليش الغباء، شيليها بيدك، فانا صراحة هالبالونة اللي بده يسويها غلط لا تسويها، اقول لك من هلا راح يجيب لك روعان، في كل دقيقة بتحس انك بدك ترجع وما رح ترجع شيء، اي شيء بتاكله بترجعه، انا هلا كل شيء باكله برجعه تمام، بتنحف بطريقة مو حلوة بس ما تنحف تنحف، يعني
بتصير وجهك دبلان من الفيتامين اللي بيروح، لأنك يعني انت بتصير ترجع والله. فهي لما تحطي لريتكم اذا شفتوني اول يوم حطيتها. تعرفوا كأن شعور انك ماكل اربع صحنين كبسة، اربعة كذا كذا، تحس انك كابس الاكل على قلبك بس هو ما في اكل، انت ما ماكل شيء بس تحس انك معبة وبدك ترجع وما راح ترجع، وبتصير بس كذا. بتعرفوا الاشعارات انه عيونك يطلعوا بس ما بيطلع شيء، ما بيطلع معك شيء. يا ريت ترجع ترتاح، لا ما بتترجع شيء والله العظيم. فاللي بفكر او بتفكر تعمل بالونه، هذا مشروع فاشل، مشروع فاشل. انا كنت شفتها عند واحد يعمل لايفات هون زمان، شفتها يحكي عليها، قال انه هي مشروع فاشل قال، بس انا قلت يمكن هو اصلا دب اصلا، ما يعني هو تخين كتير، انا نحيفه، ممكن تنقص لك كده 5 كيلو 6 كيلو، والله انا ربع كيلو ما نقصت فيها زادتني. يلا اطلع، كان اضر اليوم على البالون. بالون شو المحل؟ يلا اوكي بالون شو اللي بغيتنا نصور؟ مش هي اللي بس تعودتني ما نصور. كيفاش كتحيد؟ لا كتحيد بالطحيط، كتجي اختي كتخشي يديها في المرة الرابعة اليوم كتجبدها تخابع. صحي راهما اغبياء، قلت لهم وريتهم البالونة، هيا ها انت وريتهم البالونة، هيا صورة داينة فيها بالونة. ايوه كي لا ما غاديش نعيد، لا ما غاديش شي حاجة. قلت لهم بس دخلت قولي بابا قولي لك باش تعمل، ما في جا بالونة جبات تلخص فيها قولي نعطيك واحد طاكوز معفون تعليش بك تسمون نسير. شوفوا كيف بتنحط، هي بتنحط ما بتحس بشيء، يعني ببنجوك بنج بس انت بتكون صاحي بس ما بتحس بشيء، يعني انت داري 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 شو بيصير بس ما بتحس، يعني ما بتحس شو بيصير معك، انت بتشوف الناس بس ما بتحس. تمام، بيدخلوا لك انبوب كذا في بالونه، هذه البالونه لما تدخل للمعده بتنتفخ وبتملى مي. تمام، وبس بيشيلوا كذا من تمك بس ما بتحس. اللهم بس انك لما تصحى بتصير دوخه وحياه، بس لما تروح للبيت تلعن ام الحياه. يلا نبص نبص حاجه عادي ممكن نتصور. ما نتصورش، مبقيت نتصور، انا صورت حاجه انا ما نزلت والو. ما قالوا لي صافي مبقيتيش كتنزل على الاقل، ندخل غير 8 مليون والله ما نزلت لك الفيديو، ما كملتوش باش نزلو. واش انت هي واش انت كتنوض كتعيش حياتك كيما بغيتي؟ فجاه كتبغي تفوت حاجه مثلا بروغرام بروغرام انا قلت لك من هو، انا انسانه بالمواعيد كنبغي تاخذ الموعد خلا والو. يلا خلاص بيمي اغير اشيلها، بس ما بعرف انت ايش اضرار البالونه. اضرارها اللي دائما بتحسك انك بدك تموت وبدك ترجع، اذا اكلت شيء بالغلط بتصير ترجع. والله صراحه مو حلو والله. اللي بدها تحط بالونه انصحك يا عمري لا تتهوري، وخلي عمرك حشيل الفستان عشان ما في تصوير، عشان بس تشوفوا ان انا حياتي مش مبسوطه، بدي اتصور ما اتصور. حياتي عذاب يا هون، ما تصورت هون ولا تصورت. صور ما عندي حظ فيها. شو البس هلا انا؟ شو البس؟
لحظة. والله العظيم ما صوت ليه بعرف حياتي أنا لازم أغيرها. مين بده يغير معاي حياتي؟ يعطيني حياته وأعطيه حياتي عشان أنا طفشت من حياة أم الحياة اللي أنا عايشتها. ما في سعادة. هذا كمان فستان بس مالي خلق مصر. إيمان هتمي جلابة؟ لا يا هاتي هكا اختي شو عسى لاز بحيدي هاد كلابة زي ما قلت هتمي جلابة اختار تختار هلا واش غير تصور واخا غير هكا غير مقطع صغير غير يلا يلا بثبت هاتي ما عجبتنيش ما كتعجبنيش هزيت في بوك يلا بس هادي لا صافي انا ما كنتش نتصور بها علاش نمشي مهدبة اصلا شنو كنت تصور؟ وصلت تشترك واش تصور؟ ما غنصوبوش غنوض الصباح غيمشي عمتيني النهار ما غاديش نتصور ما غاديش نصاوب غنأجلتها من بعد أجلت غير ما غندير والو صافي خليك خليك صافي غادي نبدل عطيني جلدي ديبا خليها اليوم صافي بقى نقصتك تصور يلاه 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 بصراحة ما هو وياه شي حاجة مفضفضة أهزيت في فمك الله يمشي والله فعلا كنت مثل ما يمشيش هكا إلا كنت بغا تصور هانت عدل والله يا يا ولك تحكي لهم بس كنت سنعني يلا حطينا عاجل اللعبة هذا بقيت مسلح تعالوا معايا هلا 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 ارحب منور منور ارحب ترحب ونتر خذي هديك لا هدينا نوحيدة شمنا عندها أولاد يا ربي البراءة اللي فيهم كتير أوفر قهروني بالبراءة اللي عندهم يعني عادي أجي ألاقي روجاتي كلها مرمية من الشباك دعاء قولي مبروك نجحت ما شاء الله متابعاني ونجحتي قسم بالله أني أنا ربي أجيال لكن تقول إني مربي جاي الفاشل طلع والله تنجح وكذا إن شاء الله لحظة يا أصدقاء لا شو لا بس جلابة بروح المحل وهناك جلالي نلبس لها جلابة يلا هوبا ثاني شي حاجة بسكرة شكراً أنا ممكن شكراً أنت واحدة تعرف سكرة أنا عاكرة 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 أنا
كنت هلا عطيني كيفاش غادي ما عطيت الدباج صباح النار زوج اختي يقول لي شعلومة مو فاهمها هو بس يقول لي شعلومة مو فاهم شو يعني شعلومة ما اعرف من زمان هو يقول لي شعلومة كده لا تبكوا هذا شوف لي الشرطة عشان تشتغلوا خاطر يا ولد ويلا وين الشرطي؟ كان في شرطة هون دقيقة دقيقة درانوس درانوس يواجه الزبعة يا هزي رغم تسرين بلاد وصل بيها وطاش وكيفاش تسر بيها انا كنقلب عليها باش نلبس الشرطة صح باش نمشي هكا باش نمشي هكا باش نمشي هكا شنو هو؟ وراك يسحب شتيك سحب لك تظلم هو كيسحب لك راه كي فين شنو غادي الشرط الشرط ديالك انت فين ما عرفتش كيفاش ما عرفتش شرطك فين انا غير لحق اميره راح تمشي الجن يا بوي بيض بيض شوفي هاد الصغار كاين شنو طلعنا غيجيو الخير قوي انا تعذب لنا بشوفك ولك نصحاب شنو اللي معلق هناك ست يعني يلا خلاص برد الدوده تشيك جام ما عم تهضر الله لك لسبت هزاء بسببكم بهزاء اني بسببك ما كاينش صافي انت غير ممكنش غير هذا الشيء عطيني طيراتني اختي لو كيسك تهضر كتحب لها مكيسمع احد الشرط بيت ديال هدى مبلغش هو اللي بتصرف فاطمه الشرط بيت ديال هدى كنت كنقول نصرف الشرط بيت ديال هدى بس حلوه يعني حسيت نفسي كده لميس او شيء او كميس الله شرطي هذا يا جماعة الشرط عندي طلبته المفروض هذا الشرط طلبته طويل تمام هو في الصورة كان طويل يغطي كل شيء إلا الخاط الله ياخذ الأونلاين يلا هدى اسمك الله شو جديد اكتشفتي الضرة الانستغرام اسمي ونسبي شرطة والله العظيم اقسم بالله يا بنات ما بعرف شو بيصير معانا استروا على اختكم انا اختكم والله ترى ما سكرتوا علي من يحشتي عادي في اللعبة تصير وحسن العائلات كيف ندير نهزهم ولا ندير الحي لارونج ولا نجمع ساكي ولا نطعها اول شيء ايش درتي لها كلبسه عندي ولا لا لكم وين بغيت عليا في الدرس وين شوفتني وين اكتشفت على حقيقتي هازل تعطل الزرب يعني بسرعة لا تسرع دغري دغري هذا كذا كي توص
سربي سربي شكلك سربي سباني شرطي على وزن موزيطي. شنو موزيطة؟ ما عرفتيش الموزيط. الموزيط المغربية قحة. الموزيط الموزيط كان مركش ديال رشيد الشملي داك مركش وحده صدر راسو ما صدق لها ساكا ايه بقى تقول الموزيط 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 بشارة صحة بالناس احترام تبعكم هذه جميلة ريبي جميلة شربيتوا لي جميل أنا مشان تعرفوا يا جماعة راح أعطيكم سر ليش المغربيات حلوين هلا بوريكم طبعا ما كلنا في كتير كوفرات لحظة عشان الأثراء الصدري والله معايا شوفوا هذه تشبه ميلانو صح؟ طيب هزوجها جميلة 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 ديري انتي ديري انتي ديري انتي انا جمالي لا جمالي لا ديري انتي متخبيش فين انا لا احكو عليا ياك عفاكم ما تنمروش عليا انا اصلا نفسي تعبان طرتو ياك ما مشات ياك ما مشى المهم شوفوا انا ما انا ما عنديش تيك توك يعني ما فهمتش كومو سا مارش في شبه ليش النفاق ليش ليش هو دا مشات تجيب تليفونها هو دا اختي عارفك عندك تنمروا عليا عندك تقراي عادي تنمر عليهم تفي عليهم جميله انا ما يتنمرون علي على على اختي ترى ما يعني ما يا افتحي لي طردتني لا تتنمروا علي لا تطردني زينه يا اختي شتي ظريفه كلشي يقول لك زوينه وظريفه شتي عندي ناس ما يربيين انا واخا كيسبوني وداك الشيء علاش حيت انايا مشهوره انا ما كيسبونيش ما انا عندي ناس ما كيسبوش لا انا ما تسبوني انا كيسبو غير اللي عندي اولاد عندي اولاد هذيك شي وحده كتب اختي عندها ثلاثه الاولاد ويلي مش جمله الانجليزي شوفي والله واخا ما تجيبوهاش ما نقصش عليك من يوم ما جات اختي ما باش شغل الله يمسخ يعني جيت وجبت ما جبت البركه البركه ان شاء الله والبركه معايا البركه المهم انا بسوق شتي اللي لا كلم لا كلم لا كلم لا كلم عندي ما فهمتش كدير كلام على راسها ديري لا سانشو حيت تزوت عليها عندها واحد السياره يا جماعه واش بتقول لك حطي 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 هذه حط الحزام بتسبك والله العظيم صرتي معايا انا بسمع السيارات كلها بتسوي تي 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 ما عنديش الكود صرت لعند خاطر هزو شتي غتهز اولا ما غنحط الكود ديال الويفي صاحبي صرت طلع عندها قول لها بغيت الكود غتعطي شوف انت عارف غتهز تقلب كيبدا ب اش جي او مغربيات ليش حلوه تعال بقول لكم اش جي او عتقل عليك بقول لكم الغريب غير الغريات مغربيات ليش حلوين شوفوا عندنا في المغرب عصير اسمه رايبي جميلة فهمتوا كيف؟ هذا من احنا صغار واحنا نشربه هاو اسمه رايبي جميلة تبدل اشان طابور يا نالتك ده ما غنش عند ابو الحسن شو اسمه ابو الحسن ابو الحسن ابو الحسين نقول له اعطيني جزء من المهم هذا رايبي جميلة من احنا صغار واحنا نشربه 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 كل الناس تزوج تزوج عنده مرته اسمها ميرونديا ايوه هو متزوج عنده وحده اسمها ميرونديا كثير حلو هذا كبرنا فيه نسيت كون جبتها لكم بلاتي 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 غندير واحد الحاجه غندير له حاجه دخلنا في بركاسه نمشي انسى الموضوع منين المغرب بدكم تطلبوا طب والله عندي
بوتيكي تلقاو عندي انا كويس في الايميل بوتيكيتي بوتيك تكون فاطمه هاي جميله لا خد خدك تكشطه عطاك جميله عشان تبرد غلاوتي تاخذي خدي فستان من عند اختي جلابه من عند اختي تبعي معاكي هذا عشان تصيري جميله يلا بالي لك تجي كفرك الحمد لله ان شاء الله نريد أتمنى استوى نوصل أوكي إيش معه يا جماعة؟ هو ماما أميرة 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 شوف لي اللي شوفت كسرة شوف ناصر أحمد يد الحوي شوف العاد وينه وينه مشت راح راح هاي مدرسة تاني بريئين براءة الأطفال في عيونهم أنتوا تشوفون يعني تمام متربيين مصروف عليهم كتير تمام فيا جماعه انا مقصر في عليهم هاي تبعت لك مصروف بس خدوهم يعني مش كتير شهر 3 شهور 4 شهور سنه انت بتكون تضلوا معاكم ما عندي مشكله في عندنا فور في مجانا يضلوا معاكم سنتين بالابد مع مصاريف الشحن الشحن علينا ما تخاف اللي عملوا لك مكياج الميك اب ارتست موهوبون تماما مثل خالتهم الحمد لله كلهم موهبه موهبه عندهم في الدم على شوي شوي هلا تطلع تصير اميره عندها سنتين قدام ثلاث سنين قدام تصير تغني ويجوز اصلا صوره التيك توك تبعي تصير تكمل مسيرتي انا ناجحه اكسبوز سميتك كذب تساعدي قس ما في قس احنا ما نحب الضيوف احنا عايزين نبعت اولادنا وتقول لي قس احنا ما نحب الضيوف لا ما في ضيوف لو بدك تبقى معنا مرحبا تطلع على لو ابو بصرات اللعبه ده انت دكانيه ولا غير ساكنه لا غير ساكنه لا غير ساكنه واهل الجدار زعلانين فين نحن ما يحتاجوش يشتروا من عندي قولي مشي دار نجلس لحالي كنتي رغبتي ولي وجنتي ليش؟ بس كانت بتجمعي حوايجها كنت شلطتها والله يا جماعه الانترنت والله كان مخبص الدنيا والله العظيم ما كنت افتح ويعلق وانا اتعصب لما تقولوا لي علق علق وتبكي والله كنت عنوي كنت مريضه لان امي تدعي لي ولان امي تدعي له احسن من اللي امي تدي له ايوه اليوم نحس ملابس عندك اي والله انا لله الحمد لله دائما منحوسه في الملابس بس الله يعطي وياخذ يعني انا الحمد لله على الجمال والدلال قال عندك نحس الملابس تنتش حاجه ما جات معاك بس ذاك الكل ما جاتش معايا بس حاجه ما جات معايا شوفوا يا دراجيتي شكروها يا الله على العزمه الثقه من امبارح تحط لي عزمه ثقه عزمه ثقه دلتني يا الله طيري سافرينو يا عزمة ثقة عزمة ثقة يا عزمة ثقة وهي ما فيها في حياتها غير زوجها وولادها عزمة ثقة في مين ما بعرف زبون والله شكلها بتكبر عند بناها تذكر انت الاساس اسمعي اسمعي تعطيها دمك انا بتلكحي علي ولا المشكلة ان اغنية ما ما شاء الله لا تحسدوا
ألو ما شاء الله. فين يا لها؟ فين ورقة؟ يا جماعة حسبتوني وضيحتوا حظي وهلكتوا أمي وفقرتوني. لا تفكروا أختي ترى عندها كت ورعان. أشوف أغذيهم عند الدار بيتنا. راح أنا أتورط فيهم. لا تحسدوها الله عليك. بليز. الوضع ما يحتاج حسد. شوفي مرة أنا مرة أغضبت. سعد عيط لك يقول لك يقول لك ماما قالت لنا صرت ليش احنا ماشيين من الخير؟ سعد قال لي لا اخوي والله اخوي ما قلت لك ليش حاجه خمسه حافيه والله العظيم تورط احنا بعد ما جاب كت ورعان يا ما الطفهم ما الطفهم ما لطيفهم. اسمعي اسمعي اضحكي يلا خلاص بعمل لكم معلقة. طلبوها طلبوها بليز. هي ما بلبس بلبس جلابيتها وتعمل لنا فيديوز. كنت شحال قلتي لي صار لك مدة ما حطيتي صور. يعني ما راح اصور راح اصور لا خلاص بالفستان لا ما راح اصور. انسوا الفستان انسوا الفستان طلبوها تلبس الفستان صار ريحته عرق من كثر ما رايحة جاية فيه ولا تصور. نقول لهم بالحقيقة نقول وش نقول حقنا طر قول قول عادي كل شعار لا عندكم امبارح قالت لي خرجيني اعمل صور قلت لها واخا رحنا من هنا من جديدة لكازا لما رحنا طريق كاملة وهي بترجعت وطلعت نفس امي عاد اخت انا لاني مو متعودة على السفر هذه لما كنا رايحين لما كنا جايين بتعيط يعني اختي انا راسي انا خرب انا معاك انا معيط عشان حظي طالع قشحة يا جماعة والله في قمة قشحتي وانا بعطيها بلاستيك يا شوي من البلاستيك اللي والله خليت في بلاستيك عم بعقدوها وانا فرحان انا صاحية 8 الصبح بديت ولادي وجاية عشان افسح طريق كاملة وهي ترجعت والله العظيم قلبت وعدتي وبعدين هني لما ارتاحت وشوية ونامت صحيت بدت تعيط عشان شو صحيت لقيت الشمس راحت انا الصور ما في تقولي ما احد الشمس انا اعمل لك اي شيء جيبها سمحوا لي على لغتي انا بس بحكي فرنسي ما عنديش معنى العربي ثقافتي فرنسيه ثقافتي فرنسيه اوكي انا شوفي انا نفهم العربي حيت كنحس براسي موزعه راك اقسم بالله كنحس براسي ما عرفت حصاصي وين ضربتك والله انا تقولوا لي 7 مليون كسحب 7 مليون دولار في البنك 7 اعين والله العظيم يشوفوا 7 مليون يقولوا هذه يا ربي هذه الفلوس اللي تدخل لها اكثر من اوباما وانا صور مو قادره اتصور يا الله مثل البنات الله بخور يا الله يلا هلا اول شيء بسويه انا في حياتي هون لما اجي هذا المحل بشعل بخور الشاي طير الشياطين
حط لي هذا في شي بلاصه، حط لي المتابعين ديالي في بلاصه مكان محترم. فوق راسي اشي فوق راسي بس قولوا لا تتصور. انا اشيلكم فوق راسي، انا حلوه كده. حطيتكم فوق راسي، حطيتكم فوق راسي. استنى شوفوا لا بغيت زعما واحد البخور. يلا صح. انا عايش ازمتي ايه. سلف سلفي يا قلبي ضربو خدي خطير، ضربو خدي خطير. عطيني عطيني داك الخلخال هكا نديرو الخلخال وين كيدير في الرجل. لا هذا حيتو شحال هذا ديالك طويلي هذاك هو اللي عليها العملة. ها العيسى ورجينا اختك شتيك على وجهك ولاك؟ اختي عندها زوج يشوفها يشحطني انا وياها. يا عمراي نولدي لبسي قفطان. ها سر الله يرضي ارحمك. هذه احسن متتبع هذه اللي نطقت لك لبسي قفطان. قول لها تتصور لكم، انا عندي حاجه حلوه هي بتحب تصور. انا بس احب موديل تكون عندي جميله. صار بوجهي جميله. انا كان الموديل اللي كان كيجي عندي خايباني، اخر وحده هي اللي زوينه وانت. يلا هادو كامل اللي جبتهم دابا ما غاديش يبقاو يجيو عندي. ما نجيش نمشي اخرى اصلا خل بس من غير بس ما بس نقصط نمسك قفطان واقفه. ثانك يو. راح اعمل لك فولو من حسابها. آه نسيت النار 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 وقلبي يولع نار. وين 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 البسي قفطان. اوكي اوكي كلهم صار يقولوا كيف عمي. يلا لحظة بس انا والله تعبت من فقدت الامل. شوفوا 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 هذا الشعور، هذا الإحساس، هذا الأشياء ما تفهموها أنتم. يا عمراي أختك ظريفة غزالة بحالي كل خريفة، هذه لها أقبح وحدة فينا. أنا الدمدومة ديال الطعم، هذه ذكية. أختي ماركتينج يعني في الشغل ذكية تشتغل وكذا. انا لهبل الحمد لله، بس يعني شوفي البطن تجيب الصباغ والدباغ. انا الدباغ. بتسحرنا من زين صنطك سحرك. الله بخور. الحب يولع في الدورة. إيمان برج الأسد، لا إيمان برج الحمل. تنطح. حيد الدخان الحضر نسيت. الله ياخذ هذا التيك توك كل شيء عنده غلط. ياي تمام. هلا يا جماعة أقدم لكم نفسي، أنا مس دعاء جميلة طويلة. شوفوا هذا اسمه رغبة. ميوزك
عطيني انت تلقي لينا احنا في المحل ديالك. اسمك هدى مو دعاء. يا حمار روح الانستغرام بتلاقي اسمي بالكامل مع العائله مع جدي مع اخو جدي. ما عرفت والله العظيم في ناس والله العظيم يعني اشكك في وجودهم. صوري لينا بقفطان احمر. لا 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 انا اين الاغراءات؟ ما احب الاغراء عشان إيه راح افتنكم بجمالي. مضي لبسي خليها هي تجيب لي. اعطيني قفطان احمر قالولك. ما قفطان تكشيطه. تكشيطه هذيك. قلنا فيها شيء حطه. يلا جيبي لي شي حاجه. ولكن تصوري بغيتك تصوري ونحطها. يلا جيبي بعدها البس. هاتي هاتي جيب الزاز. جبت لك هذا. اوكي شوفي هات شبي هذا الثاني الاخر كلته. اوكي شبي عندي اتسكت موديل اسمها الاسود يليق بك. اوكي وجبي لي ثلاث سنين. هادو صاب هادو ما نفيش. هادو جلي لي قفيطه انا قفيطنات. هادو قفيطنات هادو ما ديال التواول هادو كنديروهم في الصباح العيد فهمتي مع السجاده. سيب يلا عطيني شويه بشويه. ولكن كنت ندير الفيديو نغدي في الدير فيديو كدير داكشي هكا هكا. وعطيني انت هي اللي خصني نديرو عندك. اه انا ولي كنشوف كنتخيل انت انت شبي فاهميني. انا عمركم يا جماعه شو شفتوا دابا عمل كذا بوم بوم بالملابس. انت انت انا شوفي مشهوره اوكي ولكن راه واش داكشي اللي كتخيلي. لا انا خصني موضه زوينه. اجي اجي والله لو كان حجمي ساعد كنت انا عملت الشوتينغ دابا. لا ولكن شوف راه قولي لهم قولي لهم راه غادي ندير لك شوتينغ بهذاك الشيء بالعمليه وداك الشيء اللبسه والعرايس. داك شوتينغ عرايس بوحديتك. اه ديري لي انا فقط الامر هذاك صافي. على الاقل اشوفي على الاقل تحلى تعيش الله فعلا. دخان بنبخلكم عشان ما تسيبكم عين. حيت التيك توك يديروا الدخان والعفريك يحضرون حيت الدخان باين صافي هذا ما بقاش باين. ما كيبغوش يبان كيحيدوا راه التدخين ممنوع. وراه عملنا حنا بالضحك بعدي عنك البخور بخ بعدتو. تابعوني تابعوا عم يعملوا لكم اغراءات. تابعوا عطيني البس بس مش يجيب لكم دور جيب لي اكسسوارات جيب لي شي حاجه فوق راسي. انا شوفي الزين ضمو ديري لي فوق راسي ما عنديش مشكل المهم شي حاجه فوق راسي. دابا انا فوق راسي سلامه للعراس. الادن الادن الله يمسخك تمسخيت ولك خلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. السهل ايش؟ السهل تحدي الملابس كيف قالت لك اختك. والله عمري ما عملت شي حاجة كتسلي من الطوموبيل. عاد بدات فيك ليه؟ عاد زيدي مازال ما شتي والو شوي دابا تسمعي بوم شديدة. مسكينة مو متعودة عليك ما بتعرف انه راح يخرب بيتها. يلا هي بدها متابعيني البسي كفو ما تقصرون. بلشت بالسيارة شوي بيولع فينا المحل. مسكينة ما تعرف متابعيني. يا عمران يا عصام اركبوا سيارة عصام. مسكينة السيارة جديدة جهت ابو ولا اراضي. شفتوا ما شاء الله عليكم تعملوا اشياء مستحيلة. حتى الاشياء المستحيلة انتو قدها. سيارة جديدة جهت ابو ولا اراضي. دبليو 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 حرام عليهم شنو قلت لكم ايش قوس عليا انا تحبيها تحبيهم انتوا ما كتعرفوا تقوس قوسوا عليا انا ضعاف. انا بالعكس من يوم عرفتهم ولا ادخل من اماكن غريبه. يا عمري يا عصام حبيبي بقلبك خيط الريح. اعطيني خيط الريح. شنو هذا طقعه ولا شو هذا يا حبيبتي شو قلت تعطيني خيط الريح. يا عمري يا عصام شكرا على البطه.
يقول علي أنا بالطيارة. شوي بتصل عليها زوجها بدون سبب يقول عيد طالك. عشان ما مع ما أعرف إيش حسيت إنه مسكينة ما تعرف. لا تعرف إنه ما شاء الله عندنا إحنا 7 مليون فكرة الناس ترى ناس جيشي قوي ممكن تودوك في 60 دقيقة. لا بس لكليم ما في مشكلة. لكليم براءة هي لكليم هي بقى تبلش بلكليم. هو يريب المحل تقول لك لا غير زنزال. خط الريح شنو هذا خط الريح؟ خط الريح ممكن تدري ايش مغدي اسمه. اعطيني خط الريح. شكرا على الصندوق. مفسحكم صندوق ثاني. يلا شوف كريم من يومك هو اللي كيجي في الراس. اوكي جماعه انا شوفوا انا مو تخينه تمام انا اشبه التخين بس انا مو تخينه. شوف لا تضغي يعني شوفوا بس لا تنسوا هذا مو لا نقول لهم يقول انا تخينة يقول له مشكلة ياكل يشتري لك اكل. والله تشتروا لي اكل لا مو تخينة صح انا فتاة عربية لا انا اوروبية. نلبس يا جماعة حنا نضوي الضوء لحسن ضوي الضوء بيطفي الضوء وبغير جو. جيب الضوء كاين في الطوموبيلة. شوفي انا تعبت من الشغل معاها. واك واش لبسي؟ اوكي غدي لينا هاي ودي كلبسي يلا فري فراشة راح تطير راح تشوف فراشة امسكي كل حيطة. لا تخافوا لا تخشيش اختي مرات متين عشان تلبس الحمار. والله اقطع لي اكل واشرب وانترنت كمان. يلا لا تخشيش اختي مرات. عدي واحد لما ولدت اخر ولد ورع. اعطيني الانقاض اعطيني الوضع. يا الله لا رفيعة يقول لك رفيعة ما شاء الله. هذا انت دفع لي فلوس. هذا انت عطيتي جلبية ما يدفع اتتبي. يقول لك رفيعة لا مخضر. حشيش حبيبي حشيش. تتعاطى